من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة وفق سورة الجمعة آخرية هبين كالجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بين العتيق فيما بينه وبين البيت العتيق وحال الله إفيا إنت إساق نور بوصو لصية وإفنا يا إساق إيو مكا إنت ودحلة أحاديث دابي سعيد الخدري لقوريه يا كصاب سن مسألة تاني ما مرفوع با مسوى موقوف وحيلين موقوف نماذا صحيح نمبدا حديث كشيغي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة ما الصحيح با مسا صحيح ماها أولا وحيسكوها فقصيين إن سورة تاني نور كأيلة ضي حديث كصار ورتين يشرته أما إن الجمعة هقار كنت هاي إن أنا يقار كواهين جمعة إن يقار كنت هاي هشيم ومن رجال البخاري هشيم بن بشير با ورينية لكن واحد خلافي لبا إمام أي مدى وين حديثك كمدى الشعبة يا سفيان الثوري كعلماء قارنا ويس وافتشي أنا وحدة حديثك ساس وقوى صحية وما لتجمع الآخرين ريا شيخ الألباني با كمدى الرقى ساكو تقي رقى بدنا ويكل الرجحان وحيدة هدان هشيم يوم الجمعة هي انت اي شيخ يوم ورد واحد جمعة يوم كيد يهبين كيد خصاب سنة تورا ما صحيني إنو نخرس كيد الله قحلو نور كاسي أي صحي و أهل رواية مركزي أي تلماميان سفيان الثوري هي شعبة أي بدنيهين لكن علماء بدن وعلماء الحديث كمدة قودهان ويا صحية صردة محاكا دحية صردة هي على قضاء يدا يكدحية الدجال محيتي حديث واحد تلمامي حديث بدن وصاء رورتي أو أنت الله آخرين أيه كوكا لقيت من قرأ سورة الكهف كما أنزلت حديث كيس أبي سعيد الخدري رواية كيس قاربة وحليه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل نك آخرية سورة الكهف سيدي أيو سودك تيو آخرية أن كتبر تبر سينين لغما يتحامو الدجال وصاب حد بيتنا الدجال لغما يتحامو رواية كلا وحي آخر شيء جيسا طبعا كآيات هذا وقه الرأي وحديث كأبو درداء من قرأ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال 10 آيات ويطلاق ضي طبعا آيات هذا كم يدوم رواية كلا وحي شيء جيسا طبعا كآيات هذا وقه الرأي لكن حفظ بي شيء جيسا من حفظ 10 آيات من سورة من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواية كلا شيء جيسا آخر كه رواية كلا شيء جيسا قراءة بين يتحفظ بين أنا يحين فواتح الصور حتى رواية كقاربة شيء جيسا صدح مركي نسكو صدو ضبنه سورة الكهف وحكم إذا أمد ما أنت يضل الآخريه والرئيسة يدن بيسة يمال دحي صدح ماذا تراه دبا سورة داسية الله أخريه وحيقفك مسلم كحجابته بلد وين الدنيا صوم رئيسة بلا أنا يشرين بلا كويني الدنيا واحد مشكلة كده عدونا أردن وحيقوين دجال نبي حلي عليه الصلاة والسلام ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة آدم أبور كيسة إلى أين تقيامه كرعيه بلك ويني من ما يسد دجال بالنبي ويري ولذلك بالنبي قصيد وقدق يدق يدق يا حديث الصحيحة أي سحابة قاركوت بقيم با أو سيد هذا الملا ما لهن دلوبة بتشوجا مدروك سند دجال كان والنبي قصيد تنو قدق يا ومرك إنما النبي قو أركينا يبقيانا ويري ما دجال كان دين تلمع ما كبقيسا هذا ليلي وحولي انت هنشوغن انا حجيجة انا دودة يا انت هنشوغن ايدن كبلا ايدن كسو قاعدي ميسو هادان انا الله يوفصدنا هل كاسي كاكا قران تينو قالي هاي القرولي ومسلم والبو وقرن يا ابو نبي قوت المامي عليه الصلاة والسلام مدي دي كاقر سومي ما هادا بس ردة يا اخرين تيد يا الدجال محاكا دحايا الإمام الندوي رحمة الله عليه وعليه الرسالة ما كتاب عان الله هذا الصراع بين المادية والإيمان
رسالته وحكى قورما يا تفسير الصورة صورة دطن هي تفسير كذا حلي أنا قو يربى ليو أبابيين صورة دطن أخريه جمعة كستوان أخريه جري مركي إدن بان علم الحديث وحكى برتينا حديث تدي رجل إنسان الكيبوري مركي إدن بان مفسر بان نغضي يقول يا جماعة لكنه تفسيرك كأخريه وده بتنا علم التفسير بان سيد حقالي لكن سؤال بان بدن سويدين يبو آيري وآه صورة دنوح على يد قراءة دي آخر سكيدة دجال بيع لنيسا محاك الدحيان إن بدن السويدين يبولي دجال طلب هي صورة دن محاك الدحيان على قدر كان حيسا معيت وحكو قبق قبين إياه ويساقو اجتهاد كيسي مركاسي وسيي ساقو قرآن كوردامي ونور يفايدة يهي قرآن كوردامي الشر أردن لدقالما يهي القرآن كويه الرسالة دي حق ربك تبي سبحانه وتعالى هذا نوح لي يوحى شرته صورة دتني إن هي أكبر مادة وغزرها فيما يتصل بفتن العهد الأخير وكشره مادة دوقع لس يوحى قبضن له اللحد إذا فتن كغيب كي من دونه الدجال كوك يهيب شرتبوري وحد تلما ما يمركها لفظك كان دجال الدجال من الدجل دجل الصيفة أي موها أو طلاه بالذهب أريق دجل وحوه ينوه وحمرك الله ديه صاره ديه ومرك وح الرسم يسي وغريا ووح ينشري مالغو تصي ما ددي الرسم هاي ما دركت دجل كمرك سيدي سبك الذاب كالي رهضا بين الله وح ينشري مدكو ديه وخربائنا رنق عادته فهو الدجال دجال لدينا وحوه ونكو الدين تبانتك الشيء ديه أما وحان دينه هندتك الدين وقال لك دي الدجال وموه وحوح تمويهي وكوينه وحو شاقان دونا دي إلهني ما ينمي وحوين بو شاقان إياه وحو سكو دي يينو الدين تبا تتك كسارة ولذلك ما نبي عليه الصلاة والسلام حديثك الصحة دي وقت المام إياه حديث حذيفة بن اليمان هو رينا يوك شاق إياه هدي دجال كو يماده إنه وحو صبين إياه ويهي إمن دونه إساقه وطه بيه إيا الضب نار لبدا إساقه وطه إمن دونه حديث قال لبس حابة ودورين إياه وإسومر خاطف رأي عقبة ابن عمر أبي مسعود الأنصاري يعني الربعي ابن خراش وعقبة إياك ودورين إياه حذيفة عقبة ويمي حذيفة ويديني يسوهاش مركو الشيخ أبو لي أنا الصداد شيخ تيبان كم مغلي نبقى عليه الصلاة والسلام يعني لماذا الصحابة يسقوها فقية حديث كوحو الشيخ إياه صحيح المسلم ككوية الله دجال كوينو إيمان دونو يسقو بيو إيا دبوطة نبقى وحو لي مركا فأما الذي يراه الناس ماء فالنار تحرق كان إيدتكو مودة يام بيها ودبو حقوبة يبو نبقى ولي كيدتكم موضا يان دبكنا فماء بارد عذب بنبولي وبيقبو ومعان فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار ونكي دجال سيو قارو كو دبك كو شيغي يكو نعب نبولي عليه الصلاة والسلام كو يساقو دبك كو شيغي كاكو نعكاس بياب نبولي قبو فإنه ماء عذب طيب أي حديث كو تلماما حديث كان سيداو شيغي يو أما الدجال يجروبك الله صعدونا ما يشيء جيان وضدكوا حقيقة إن لقلهم يو وحا وحانا هين لو وشيوه